فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان البول أكرمكم الله على فراش المسجد، فهل يصب عليه الماء حيث إنه يصعب الغسل وأخذ الفراش؟ لا، الشيء المنقول من الفراش والبساط والمدات هذا ينقل ويغسل حتى يطهر، أما الشيء الثابت متصل بالأرض هذا يأخذ حكم الأرض، يصب عليه ويكفي. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.